السلام عليكم. معلومة على الماشي: أنواع الكذب عند الأطفال. الكذب هو سلوك الطفل بيكتسبه من البيئة المحيطة، وهنا بيكذب الطفل بالنمذجة أو التقليد أو ملاحظته الكذب أو مبالغة أحد والديه في رواية واقعة معينة مثلا، وبالتالي الطفل هنا بيظن إن الكلام ده سلوك عادي. طبعا بيختلف أنواع استعمال الطفل للكذب باختلاف المواقف والمسببات اللي بيتعرض لها. تعالوا نشوفوا هذه الأنواع مع بعض. عندي الكذب الخيالي. بيظهر هذا النوع من الكذب عند الأطفال الذين يتمتعون بالخيال الخصب وطلاقة اللسان وسرعة في نمو القدرات اللغوية، وبالتالي بيكون قدرته على التعبير كويسة جدا، بيقدر ان هو يخترق القصص والأحداث الخيالية غير الواقعية. وعلى فكرة ده بيعكس ارتفاع مستوى الذكاء عند الطفل. عندي الكذب الالتباسي، وده بيحدث عند الطفل بعض الالتباس ما بين الحقيقة والخيال. يعني من الممكن أن الطفل يسمع قصة خرافية ويقوم بتصديقها، يعني يصدق، أو قصة واقعية عجبته تفاصيلها فيقوم بمعايشتها بخياله ويحكيها تاني مع تغيير الشخصيات وتغيير الأحداث، أو ممكن أن هو يرى أحلام ويصدقها بأنها واقع فيحكيها لكل اللي حواليه. هذا النوع من الكذب مرتبط بالقدرات العقلية للطفل، وعادة بيزول بتقدم الطفل في المراحل العمرية وتطور النضج العقلي عنده. عندي نوع آخر من الكذب، وهو الكذب الإدعائي. قد يكون سبب استعمال الطفل لهذا الكذب لغرض لفت الانتباه، يعني هو عايز يلفت انتباه اللي حواليه. ليه؟ في تدني في تقدير الطفل ده لذاته، تدني في الثقة بنفسه، شعوره بالنقص، أو في تنشئة أسرية غير سليمة، سواء مثلا في سوء في الأوضاع المعيشية، عنده شعور بالنقص والحرمان. ده مثلا بيؤدي إلى أن الطفل مثلا أحيانا بيدعي أنه بيمتلك ألعاب كتيرة جدا، عنده غرفة حلوة جدا، أنه طلع رحلات كتيرة ومختلفة عشان يظهر أمام أصدقائه بأنه الأفضل وأنه بيمتلك الكثير من الأشياء. نوع آخر من الكذب، وهو الكذب الغرضي. بيلجأ الطفل إليه عشان يحقق ما يريده أثناء معارضة الأب أو الأم، فيقوم بالكذب مثلا عليهم والاحتيال عشان يحصل على أغراضه. أحيانا مثلا بيطلب فلوس لشراء مستلزمات للمدرسة، لكنه في الواقع رايح يشتري حلويات، أو أنه رايح يذاكر مع أصحابه وهو في الواقع رايح يلعب. وبيظهر النوع ده لما الأهل بيكونوا عندهم شدة في العقاب لأبنائهم وعدم تلبية لرغباتهم وحاجاتهم اللي هم عاوزينها. عندي الكذب الانتقامي. ده بيكون بسبب الغيرة والإحساس بالظلم، وبينشأ كردة فعل انعكاسية لملاحظة الطفل إن في تمييز وتفرقة سواء بينه وبين إخواته أو بينه وبين أحد زمايله مثلا في المدرسة، فبلاقيه إن هو بيمارس هذا النوع من الكذب للإضرار بالمميز، سواء المميز ده كان من أخوه أو صاحبه. وده بيعتبره إن الطفل ده نوع من استرداد الحق ليه أو تحقيق للعدالة كما يراه الطفل نفسه يعني، أو انتقام لعدم تكافؤ الفرص بتاعته. عندي نوع آخر من الكذب، وهو الكذب الوقائي. وده بيلجأ إليه في حالة خوفه من العقاب أو التوبيخ، خصوصا إذا كانت العقاب شديد أو شدة العقاب لا تتناسب مع ما يتطلبه الموقف اللي عمله، فبيكذب الطفل عشان يدافع عن نفسه عشان يحمي نفسه، لأنه عارف إن في عقاب وبدون تفهم للظروف أو الأسباب. عندي نوع آخر من الكذب، وهو كذب التقليد. وده بيظهر عند استخدام الأهل أساليب الكذب، فبيقوم الطفل بتقليدهم وتقليد تصرفات الأب أو الأم سواء كانت جيدة بقى أو سيئة. فمثلا لو ما بيجي حد لزيارة الأب مثلا، والأب يطلب من الأم إنه أخبري اللي جاي ده إن أنا مش موجود، الطفل طبعا بيشاهد ويراقب ويدرك ما يحدث، وده بيكون بدون قصد من الأهل، فبيكتسب هذا السلوك. ويمكن بيكون الكذب التقليدي دوت أسلوب للتخلص من أحد من المشكلات اللي بتقابل الأطفال. عندي نوع آخر ويمكن هو الأخير، هو الكذب المرضي. وده بيحدث عندما يكون الكذب عادة مزمنة عند الطفل، يعني بتصبح من سمات الشخصية بتاعته. طبعا ده بيكون ناتج من التقصير في علاج الكذب كظاهرة سلوكية مؤقتة أثناء حدوثها يعني. وهنا طبعا لابد من استخدام الأساليب التربوية السليمة المناسبة اللي بتجعل الطفل يتخلى عن هذا النوع أو بيتخلى عن الكذب.
لانه بيعتبر ظاهره مرضيه بتلازم صاحبها دون شعور بذلك، مش بيشعر خالص ان هو بيكذب، وبيكون بشكل خارج عن ارادته. استنوني في معلومه جديده، مع تحياتي دكتوره ايمان السرياوسي.